بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. يطيب لي ببدء أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حرصوا على تنظيم هذه الندوة القيمة والتي تدل على حرص جميع الأطر في هذه الكلية على مواكبة الطلبة حتى يبلغوا بر الأمل. بخصوص مداخلتي، ماذا عسى أن أقول وأنا العبد الضعيف نظرا لسببين اثنين. السبب الأول وهو هذه المداخلات القيمة الأساتذة الأجلاء التي سعيد جدا بأن أعتني بالمنصة إلى جانبهم، والسبب الثاني هو أنه قد طلب مني الاختصار نظرا لضيق الوقت وإعياز العياء البادي على أوجه الطلبة العزاء الذين أخصهم بالشكر الجزيل على حسن الإصغاء والاستماع. هذه المداخلة سوف أحاول أن أكون مختصرا. المادة في التنظيم القضائي بالنسبة للقانون ديال يعني مباراة الحق القضائيين هي من المواد التي يمكن لكم أن تأتوا فيها بنقاط عالية نظرا لعدم الصعوبة ديالها، وتستطيعون يعني عن طريق مراجعتين أو ثلاثة أن تلموا بها أو المستجدات التي عرفتها. ابتداء أقول، يعتبر التنظيم القضائي الحالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان من القوانين الرئيسية المهمة للقضاء المغربي فيما لا يستلب المؤسسات والقضاه، ويمكن ان نصنفه في المرتبه الثالثه بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس على السلطه القضائيه والنظام الاساسي للقضاه، كما انه ياتي بعد زياده من 40 سنه تطبيق ظاهر 15 يوليو 1974 متعلق بالتنظيم القضائي. ولقد ثبت ان الاصلاحات المتفرقه تقتضي حتما مراجعه التنظيم القضائي بما يتلائم مع مقتضيات ظاهر الدستور 2011 الذي التقى بالقضاء الى سلطه مستقله على السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، وبما يخضع من نجاعه اداء مختلف محاكم المملكه مع ضمان حقوق المتفقين، وجاء لتبنى خلاصات توصيات جلسات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومه العداله، كما سعى الى اعاده النظر في التنظيم التشريعي ارهقته كثره التعديلات واخرجته عن روحه بسبب جمله من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي يحقل لها، وهو ينسجم مع التوجيهات الملكيه الساميه التي تضمنها خطاب جلاله الملك محمد السادس نصر الله بمناسبه ثوره الملك والشعب يوم 20 غش 2009، حيث اكد جلالته على ضروره اعتماد خريطه وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الاصلاح، وهو ما استجابت له الحكومه حين اعدت مشروع رقم 38/15 متعلق بالتنظيم القضائي للمملكه وعرضته على مسطره التشريع منذ سنه 2015، حيث تمت المصادقه عليه بالاجماع في اطار القراءه الثانيه بتاريخ 18 جانفي 2018 لتتم احالته بعد ذلك على الحكومه الدستوريه من اجل البدء في مدى مطابقته للدستور. ومن هنا تظهر لنا اهميه هذا الموضوع من خلال معرفه القيمه المضافه التي حملها القانون 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي. والإشارة فقط، فقد أصبح القانون 38/15 الجديد يتكون من 111 مادة تتوزع على 4 أقسام. القسم الأول يتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم القضائي وحقوق المعتقدين، القسم الثاني تكليف المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها، القسم الثالث التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، القسم الرابع أحكام تقنية مختلفة. تجدر الإشارة إلى السادة الذين سبقوني في إلقاء المحاضرات، قد مروا على مجموعة من المستجدات مشهورين بالتالي سأعمل على تجاوزها قدر الإمكان. الذي نسجل بخصوص هذا القانون الجديد انه جاء ليكرس المبادئ القانونيه للقضاء التي كان معمول بها مثل وحده القضاء، وحده المساواه، وحده الحق في الخروج للعداله، غير انه جاء بمبدا جديد وهو مبدا التنصيص على مبدا القضاء المتخصص الذي يقوم من خلاله الرفع من جوده الاحكام واعطائه القيمه المضافه من خلال تاهيل القضاة المتخصصين في كل ماده على حده، وذلك لكي تسند المهام طبق الاختصاص الذي تمرسوا فيه وراكموا فيه الخبره والتجربه. كما تعلمون فان المحكمه مختلف قضاة الحكم عندما يتعينون يعين القاضي بادئا في شعبه معينه، ونعتقد انها شعبه العقار، يعمل في هذه الشعبه لمده 10 سنوات يراكم فيها خبره وتجربه، ويسهل عليه معالجه في وقت سريع واحكام بجوده عاليه، فيتفاجا بعد 10 سنوات انه يتم تعيين او تغيير هذا الاختصاص ويدفع مثلا الى قسم الاسره او الى القسم الجنائي، وهنا يجد نفسه كانه قد بدا ممارسه القضيه لاول مره وكانه مع الملتحقين الجدد، وهذه المساله ربما من المستجدات التي لها قيمه واثر على النجاعه القضائيه. وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن القضاء في كونه فرديا أو جماعيا، المسألة ديال القضاء الفردي والجماعي فصلت فيه من الأستاذة،
تم تكريس المستجدات أيضا أنه تم تكريس استعمال اللغة العربية في المادة 14 كلغة رسمية للتقاضي والمرافعات وصياغة الحكام مع اعتبار وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طبقا لإحكام الفاصل 15 الخامس من الدستور، وبالتالي يجب تهيئ القوانين التنظيمية التي صدرت بشأن اللغة الأمازيغية من أجل تمثيل هذا المقتضى على أرض الواقع. وفي حالة الإدلاء بوثائق مكتوبة بلغة أجنبية يمكن للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو بطلب من الدفاع تعيين مترجمان محلف من أجل ترجمتها. ومن أبرز المستجدات أيضا التي جاء بهذا القانون مقتضى مهم للغاية جديد لم يكن معمولا به في إطار القانون السابق، ويتعلق الأمر هنا بتدوين رأي القاضي المنظم مخالف داخل الهيئة الجامعية. كما تعلمون في القضاء الفرعي والفرعي القضاء الجامعي في داخل الهيئات المتكونة من رئيس وقاضيين، فإن عندما تعرضوا على أنظارهم منازع من المنازعات إذا ما تم التوجه آرائهم جميعا في رأي واحد يكلف عند القاضي المقرر بتحرير الحكم، ولكن إذا وقع الاختلاف فإنهم يلجؤون لتقنية وهي تقنية التصويت. هذا بالضبط على داخل المداولة التي تكون سرية. عند التصويت يكون هناك قاضي يخالف رأي الذي ذهب إليه زملائه. الحكم الذي يحرر والذي يتم تحريره هو حكم القاضيان الذي صوتا بالأغلبية فقط وتنتهي الأمر. الآن بمقتضى هذا المستجد فإن للقاضي الذي يعني عارض هذا التوجه أن يدون أو يسجل ملاحظاته حول هذه المنازعة، يكتبها ويدونها ويتم حفظها في ظرف خاص يختم يسلم بكتابة رئيس المحكمة ويتم حفظه لمدة 10 سنوات. هذه المسألة وإن لم يكن معمول بها في المغرب على مستوى المحل المملكة فإنها كان معمولا بها في الدول الأنجلوساكسونية مثلها أمريكا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، بل من الدول من ذهب بعيدا ولم يكتفي بتدوين رأي القاضي المخالف فقط وإنما أعطاه الحق في أن ينشر رأيه المخالف متى شاء. وهذه المسألة تفتح لنا واحد نقاش فقهي واسع لا مجال للخوض فيه الآن، ولكن سوف أذهب إلى مقتضيات أخرى جدا. هذا المقتضى جديد كما قلنا من حيث إقراره وجديد من حيث تطبيقه على أرض الواقع، لكنه غير جديد بالنسبة للفقه والتطبيقات القضائية المقارنة. كذلك مما استجد في هذا القانون اعتماد اللجان داخل المحكمة لجان بحث صعوبات سير العمل بها وإيجاد الحلول المناسبة وتعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وعضوية الوكيل الملك لديها ورئيس نتابة الضبط. كذلك إحداث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها وتعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وعضوية الوكيل الملك لديها ورئيس نتابة الضبط ورئيس نتابة الديانة العامة. أيضا من بين المستجدات التي جاءت القانون تبقى المادة 23 جاءت بمؤسسة جديدة وهي مؤسسة الكتابة العامة، وبالتالي داخل المحكمة الابتدائية نصبح أمام ثلاث مؤسسات. في السابق كانت عندنا الرئاسة والنيابة العامة، الآن أضيفت مؤسسة جديدة وهي مؤسسة الكتابة العامة يرأسها كاتب عام يعتبر بمثابة رئيس تسلسلي الموظفي كتابة الضبط، هو الذي يحرص على توجيههم ومراقبتهم وإعطائهم المهام التي سيكلفون بها. هذا المستجد يعني بسهولة أنكم تعقلوا عليه وهو يعني من المستجدات في جبهة القانون. والذي يثير الانتباه أن المشرع اعتمد نظام الكتابة العامة وأشار بعبارة التنسيق بين مصالح كتابة الضبط، الشيء الذي نستشف منه أنه ارتقى بكتابة الضبط من مجرد مصلحة إلى درجة قسم، وهذا الأمر معمول به لدى بعض الأنظمة الغربية كسويس المثالية التي تعتني نظام النيابة العامة بالمحاكم. من بين المستجدات أيضا التنصيص على ضرورة اعتماد الإدارة الإلكترونية، وهذا المستجد قد فصل فيه الأستاذ مشكورا. والقضاء الإلكتروني كذلك من بين المستجدات إحداث مكاتب في المحكمة الدرجة الأولى والثانية تعمل على وضع برنامج العمل في المحكمة يتضمن تحديد أقسام الغرف والهيئات وتكليفها وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة وضبط عدد الجلسات والأيام وساعات انعقادها. كما جاء القانون 15 في مقتضى جديد لم يكن في السابق وهو التعويض عن الضرر عن الخطأ القضائي طبقا وهذا ينسجم مع الفصل 22 للدستور، اي اعطى الحق لكل من تضرر من خطأ قضائي ان يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة. تبقى الاشارة انه قبل صدور النص لم يكن ممكنا للمتضرر الحصول
الحصول على هذا النوع من التعويض، الحصول على هذا النوع من التعويض لأنه لم يكن أمامه سنة الاعتماد على مسطرة المراجعة أو مخاصمة الخطوط التي لا يمكن اللجوء إليها لأنها تنبني على ادعاء الزور أو التدليس ارتكبه قاضي معين، وفي هذه الحالة لن يتحقق الخطأ القضائي للجهاز القضائي ولا مجال لنا للحديث عن التعويض، وإنما سنكون أمام خطأ شخصي. المادة 44 قضاء متخصص في مركز القاضي المتحدث أن تحدث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري بمحاكم ابتدائية المسألة الصدرية السادة، ويمكن أن يحدث في دائرة اختصاص محلي المحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة تحدد مقرها ودوائر اختصاص بالمرسوم. الملاحظ هنا المشرع جاء بلفظ مركز قضائي، في السابق كنا نتحدث عن مركز القاضي المقيم، إذا هذا من بين المستجدات أنه بدل مصطلح مركز القاضي المقيم أصبحنا نتحدث عن المراكز القضائية. المادة 47 يعين بين قضاة المحكمة الابتدائية طبقا لكيفية النصوص عليه الفرع الأول الفصل الثاني والثاني من القسم الأول من هذا القانون رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم وقضاة التنفيذ وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبة المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري مفوضون الملاكين للدفاع عن هذا عن الحق والقانون أقسام متخصصة في القضاء الإداري. المادة 50 إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية يمارس مساعدون اجتماعيون. المكتب المساعدة الاجتماعية هذا كان موجودا في السابق لدى المحكمة وهم لهم مكاتب بجانب كتابة الطب، لكن المشكل في هذه المكاتب المساعدة القضائية أنه لم يكن لهم قانون أساسي ينظمهم ولم تكن المهام ديالهم واضحة. الآن هذا القانون القانون 8315 جاء ليوضح المهام المرتبطة به، مثلا كالقيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة، إجراء الأبحاث الاجتماعية، ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء، القيام بزيارة تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، يعني مجموعة من يعني حدد اختصاصات ديال المساعدين القضائيين بصفة دقيقة. محكمة النقد تخلى لها مستجد، محكمة النقد كما تعلمون كانت متكونة من 6 غرف، الآن أصبحت محكمة النقد متكونة من 7 غرف، كانت تتكون من غرفة مدنية وغرفة الأحوال الشخصية والميراث وغرفة عقارية وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. الغرفة المدنية القضايا المتعلقة بالقضايا المنازعات العقارية كانت تنظر داخل الغرفة المدنية، الآن أصبحت لنا غرفة مستقلة بالقضايا العقارية، وبالتالي المستجد هو أن محكمة النقد بدل أن تكون فيها 6 غرف أصبح بها 7. كي لا أطيل عليكم أرد الإشارة إلى واحد مقتضى جديد جاء نص عليه القانون 38/15 وهو أن من حق المتقاضين أن تصدر الأحكام الصادرة لصالحهم في أجال معقولة. هذا المقتضى هو كان مقتبسا على أرض الواقع من حيث أن الرئيس وأن كان يعني كما قال الأستاذ مستصر سابقا أنه كان لا يتحكم في القضاة ولكن كان يأمرهم أو يطلب منهم الإسراع في تحرير الأحكام. وحتى التفتيش كانوا متابعين في التفتيش ديال القاضي ما يمكنش يبقى العام كامل ويخرج لنا 100 ملف او 200 ملف، فبالتالي كان هذا المقتضى مكرس على مستوى الواقع. الاكراه او المقتضى ليس له اثر على ارض الواقع، لان عندما جعل ان صدور النطق بالحكم لن يكون الا بعد تحرير الحكم، هذا هو المقتضى الايجابي النص. أن صدور الحكم النطق بالحكم لن يكون إلا بعد الحال أنه في السابق كان القضاة ينطقون بالأحكام ويبقى تحريرها إلى مدة قد تطول أو تقصر. الآن هذا المقتضى ما يحلش المشكل، لأن المشكل ماشي في التحرير ماشي في النطق بالتحرير ديال الأحكام، هانت حددتي لي المدة ديال النطق بالحكم يكون مع التحرير، وما غاديش ينطق به اليوم وما غايحررش اليوم، إذا اش فين كاين الإشكال؟ الإشكال هو إضافة ديال القضاة الجدد، يعني تدعيم مؤسسات القضاء وموارد بشرية تخفف الضغط عليهم. نعطيكم مثال بمعنى أن قاضي في المحكمة الابتدائية إذا كان حظه أنه كان من أقدم القضاة فقد يمارس مهمة نيابة عن رئيس المحكمة، وقد يكون مكلفا بقضاء التحقيق، وقد يكون ينوب عن قاضي قسم قضاء الأسرة من أجل المخاطبة على الرسوم العدلية، وقد يكون قاضيا يترأس الغرفة العقارية. فبالله عليكم
قاضي له هذه المهام الجسام كيف يمكنه ان يقف على تحرير الاحكام في اجل معقوله. هذا ضرب من العبث، وبالتالي هذا المقتضى رغم انه هو مستجد من الجواب الصحيح لان هذا مستجد جميع القانون 815، ولكن كنقاش على مستوى الواقع فلن يحل الاشكال. من ذلك اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.